ضيفي النهارده الشاب نقول ايه، طبيب الفريسكا اللي كان ترند في مصر في خلال الايام اللي فاتت كلها، وما كانش فيه كلام في المجتمع المصري الا عن هذا الطبيب او طبيب المستقبل الشاب بائع الفريسكا على شواطئ اسكندريه، شواطئ الساحل الشمالي. احب ارحب بيه، ابراهيم عبد الناصر الصعيدي الجدع اللي مشرفني في برنامج 90 دقيقه. ابراهيم اهلا وسهلا ومنور. نورك والله استاذ معتز، يعني ما شاء الله، يعني غيبه بهيبه، يعني ما شاء الله. الف الف شكر والله. انت يعني مساله الحوارات التلفزيونيه او انك انت تطلع على الهوا كده، هل دي بتبقى يعني حاسس ب، انا عايز بس ان انا اطمنك ان الموضوع يعني حبايبك كتير والناس اللي هتكلمنا وتتابعنا النهارده، فعايزك كانك في بيتك يعني. طبعا اكيد، يعني ان شاء الله شرف كبير يعني ليا مع حضرتك، فان شاء الله يعني تبقى حوار حلو. ده شرف ليا انا والله. الله يخليك.